الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون، وأولئك إن هم المهتدون صدق الله العلي العظيم صلوات نتوجه جميعا لزيارة المولى أبي الفضل العباس ببركة الصلاة على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك أيها العبد الصالح، المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين، والحسن والحسين، صلى الله عليهم وسلم. السلام عليك ورحمه الله وبركاته ومغفرته ورضوانه وعلى روحك وبدنك اشهد واشهد الله انك مضيت على ما مضى عليه البدريون والمجاهدون في سبيل الله المناصحون له في جهاد اعدائه المبالغون في نصره اوليائه الذابون عن احبائه فجزاك الله افضل الجزاء واكثر الجزاء واوفر الجزاء واوفى جزاء احد ممن وفى ببيعته واستجاب له دعوته واطاع ولاه امره اشهد انك قد بالغت في النصيحه واعطيت غايه المجهود فبعثك الله في الشهداء، وجعل روحك مع ارواح السعداء، وأعطاك من جنانه افسحها منزلا، وافضلها غرفا، ورفع ذكرك في عليين، وحشرك مع النبيين والصديقين. والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا اشهد انك لم تهن ولم تنكل وانك مضيت على بصيره من امرك مقتديا بالصالحين ومتبعا للنبيين فجمع الله بيننا وبينك وبين رسوله واوليائه في منازل المخبتين فانه ارحم الراحمين السلام عليك يا ابا الفضل العباس ابن امير المؤمنين السلام عليك يا ابن سيد الوصين السلام عليك يا ابن اول القوم اسلاما واقدمهم ايمانا واقومهم بدين الله واحوطهم على الاسلام اشهد لقد نصحت لله ولرسوله ولاخيك فنعم الاخ المواسي لاخيه فلعن الله امه قتلاتك ولعن الله امه ظلماتك ولعن الله امه استحلت منك المحارم وانتهكت في قتلك حرمه الاسلام فنعم الصابر المجاهد المحامي الناصر والاخ الدافع عن اخيه المجيب الى طاعه ربه الراغب فيما زهد فيه غيره من الثواب الجزيل والثناء الجميل والحقك الله بدرجه ابائك في دار جنات النعيم اللهم اني تعرضت لزياره اوليائك رغبه في ثوابك ورجاء لمغفرتك وجزيل احسانك فاسالك ان تصلي على محمد واله الطاهرين وان تجعل رزقي بهم دارا وعيشي بهم قارا وزيارتي بهم مقبوله وحياتي بهم طيبه وادرجني ادراج المكرمين واجعلني ممن ينقلب من زياره مشاهد احبائك مفلحا منجحا قد استوجب غفران الذنوب وستر العيوب وكشف الكروب انك اهل التقوى واهل المغفره وصل يا رب على محمد واله الطاهرين